اكيد ما فيش شك خسرت نقطتين يعني في مشوار الدوري للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب، لكن خسرت نقطتين. انا بشوف المباراه كانت وان سايد جيم من النادي الاهلي، اسباب كتير جدا هنتكلم فيها، لكن بشوف ان هي يعني زي ايه ما اون سايد جيم؟ يعني التغلب الاكبر للنادي الاهلي. النادي الاهلي هجم استحواذ استحواذ هجمات في بعض الاوقات. وخليني اخد انا هنا راي جمهور او بعض من جمهور الاهلي وحضرتك برضو، يعني يرى البعض انه مهما كان الاستحواذ ومهما كان البتاع، ولكن لم يكن الاداء جيد في هذه المباراه، وبالتالي انت خسرت نقطتين كان من الممكن جدا ان انت تتفادى خساره النقطتين دول. يمكن ده اللي كنا بنتكلم فيه طول الفترة الأخيرة كابتن إسلام، إن النادي الأهلي مش هو اللي بيأدي أحسن حاجة. يعني أنت في ماتشات إن أنت بتقدر تكسب، بتقدر تحقق 3 بونت، بتقدر سواء في بطولة السوبر أفريقيا قدرت إن أنت تتأهل، خسارتك لمباراة اتحاد العاصمة في بداية الموسم، دي كل دي كانت مؤشرات إن لا في الأداء مش أحسن حاجة، لكن هي كان ليها أسباب أكيد. لكن دي الأسباب دي أكيد عند مستر كولر والجهاز الفني. لكن انا بشوف ان الامور لازم تبقى احسن من كده، لازم تبقى صحيح. احسن من كده، لان زي ما متعودين دايما ان مجلس اداره النادي الاهلي هو هيحاسب الراجل على البطوله، مش هيحاسبه على مباراه ان هي تعادل فيها حقيقي، او خساره. خصوصا ان هم قعدوا معاه لجنه التخطيط تحديدا واداره الكره، قعدوا معاه بعد نهايه الدوري الافريقي او بعد خروجنا من الدوري الافريقي. يعني اكيد يا كابتن اسلام زي ما بقول لحضرتك، هي دي سياسه مجلس اداره النادي الاهلي، ان الراجل هيتحاسب على البطوله مش على مباراه او تعادل. لكن زي ما بقول لحضرتك وان سايد جيم في المباراه، ده كان الوضع الطبيعي، اهدار بعض الفرص المؤكده اللي كانت تدي الافضليه للنادي الاهلي. لكن طريقه لعب الكابتن علاء عبد العال كده، التكتل صحيح الدفاعي واللعب على الهجمات المرتده، كان مهم على مستر كولر ان هو يشتغل مع على طرفين الملعب. عشان كده كنت اتمنى ان كريم الدبيس هو اللي ياخد من الاول ان هو مفتاح مش لعبه، خالد، يعني لا مش خالد عبد مش الفتاح، مكانه، يعني الناس ظلمه مش مكانه خالص. ده اللي انا كنت بتكلم فيه. وكريم الدبيس حتى في الفتره الاخيره لما كان بديلا لعلي معلول في بعض الاوقات ان هو لو انت بيريح. المدير الفني هنا، معلش انا اسف بقطعك، ولكن اصل ده مهم، لانه ناس كتيره من جمهور الاهلي اتكلموا في هذا الامر، انه يعني ايه فكر مستر كولر في هذا الامر؟ يعني كلنا قعدنا نفكر كاهلاويه، هو ليه ما لعبش بكريم؟ كريم لا ولد صغير، لعيب صغير ماشي بشكل جيد بتاع، يعني هل ممكن يكون ان هو عايز يدخل خالد وسط الفرقه تاني ولا ايه؟ ممكن وجهة نظرك كابتن اسلام ان خالد كان بعيد بقاله فتره، وهو كان المفروض ياخد فرصه او اتنين الفتره الاخيره، لكن مع عوده اكرم توفيق الناحيه الجبهه اليمنى وتالق محمد هاني الفتره الاخيره، ده كان باعد خالد عبد الفتاح شويه. لكن الراجل كان عايز يدفع بيه ان زي ما حضرتك بتقول ان هو يرجعه يدخله وسط الفرقه تاني، لكن في بعض المباريات ما تستحملش كده كابتن اسلام. يمكن يعني انا بقول الافضليه ان انت حتى البديل الجيد اللي كان علي معلول هو كريم الدبيس، وخصوصا ان الفتره الاخيره كريم كان بينزل وبيأدي بشكل جيد، صحيح مفتاح لعب من الناحيه اليسرى. وزي ما بقول لحضرتك مهم جدا ان انت كنت عارف في مدربين معينين في مصر بتقدر ان هي تتكتل دفاعيا، طريقة لعبهم طريقه كده. لعبهم كده، مهم جدا ان انت كنت تستغل اطراف الملعب سواء الجبهه اليمين او الجبهه الشمال. فعشان كده كنت اتمنى ان كريم الدبيس اللي ياخد، وحتى ده بان في طريقه لعبه لما نزلت قدر يشكل اكبر عدد من الهجمات من الجبهه اليسرى. خلي بال حضراتكم برضو ده ما يظلمش، او يعني ده مش تقييم لخالد عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح ده مش مكانه بالمناسبة، يعني مش مكانه، هو بيلعب كباك رايت، لكن الراجل يعني كريم يعني خالد الفتره اللي اشترك فيها لعب سيرد باك او لعب باك رايت او لعب باك ليفت في الفتره الاولانيه، ده تالق ماتش بشكل واحد. جيد، تالق بشكل جيد. لكن في مباريات يا كابتن اسلام او في ضغط مباريات معين مع النادي الاهلي مش هيستحمل ان انت تجرب في الناس في غير اماكنها. فاتمنى الفترة اللي جاية المستر كولر يشتغل على الحاجات دي. قبل ما نكمل كلامنا على الجونه، بما اننا بنتكلم هنا عن كولر، لانه اعتقد ان الاجازه برضو يعني بتصفي الذهن تماما وبتخليك تبقى بتفكر في اللي جاي، اعتقد ان الاستراتيجيه قد تتغير الفتره القادمه. اكيد يا كابتن اسلام الراجل هيحط ايده على النقط اللي الراجل المفروض يشتغل عليها، على الناس اللي لسه راجعه من الاصابات، على الناس اللي هي محتاجه ان هي ترجع بدنيا، وكان اهمهم الفتره الاخيره مودست ان هو يرجع يستعيد اللياقه البدنيه عنده تاني. لكن هيبقى في حسابات، وانا شايف ان ده وقت مناسب
حتى لإراحة بعض اللعيبة، لأن ضغط المباريات بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة. بس اللعيبة الأهم خلي بالك هتبقى موجودة مع المنتخب، يعني مش الأهم، يعني أقصد إن اللعيبة اللي بتلعب أكتر بتبقى موجودة مع المنتخب، ويمكن هو ده كان فكره. أنا بشوف يا كابتن الأهم من اللعيبة مع المنتخب اللعيبة اللي هي اللي الراجل عايز يدخلها، يعني بشوف إن الناس اللي محتاجة تخش الفرقة، وخصوصا إن الراجل من سياسته اللي هي اللي بيتميز بيها إن هو القايمة كلها بيحاول إن هو يشارك كل اللعيبة. ده صح مع النادي الاهلي، يعني ده صح سياسته مع النادي الاهلي ان كل اللعيبه اللي لازم تبقى موجوده تبقى رجليها في الملعب. انت برضه يا كابتن اسلام الفتره الاخيره تعرضت، انا بشوف من اهم العناصر اللي قد تكون اثرت معاك وردة سليم، حتى في غيابه، عدم وجوده، يعني عدم وجوده، غياب برضه كهربا عدم وجوده، دي لعيبه من اللعيبه اللي حتى تفرق مع المدير الفني. لكن انا بشوف ان الراجل محتاج الفترة اللي جاية يدخل الناس اللي هي اللي كانت بعيدة حتى من خلال مباريات ودية أو حاجة، فدي ده المكسب الحقيقي من إراحة بعض اللعيبة. كيف يمكن أن يغير كولر من استراتيجيته خلال الفترة القادمة للرجوع لمستواه الطبيعي، النادي الأهلي الطبيعي يعني؟ إن في عناصر يا كابتن إسلام ما ينفعش تطلع الملعب، يعني في عناصر لازم تبقى موجودة في الملعب من القوام الأساسي إن هي لازم تبقى موجودة، واللي أنا بشوفه من أهمهم هو إمام عاشور. إمام عاشور دايما بيؤدي بشكل رائع الحقيقة. بيؤدي بشكل جيد، حتى لما بينزل بيبقى بديل جيد. إمام من الناحيه البدنيه والفنيه هو اكتمل بشكل كبير جدا، فارق حتى مع اداء النادي الاهلي الهجومي. اعتقد ان ممكن امام لاعب زي امام تبني عليه حتى خطتك في نص الملعب.